أجمل نهضتنا بإذن الله، ما أروع يجمعنا رسول الله، كتاب أمة كتاب قومة نهج رسول الله، كتاب نهضة كتاب وحدة حبيب رسول الله، ما أرقى أن نحيا بإسم الله، ما أغلى يهدينا رسول الله، بيان واضح مورد مجدد روح رسول الله، كتاب نهضة كتاب وحدة حبيب رسول الله. ملازمة المحب لحبيبه في السعادة وفي الحزن وكثرة الخلوة معه، هيا شباب صفات العارفين بالله، دائما بتلاقي سعادتهم بسعادة الله ورسوله وحزنهم بالإساءة لله ورسوله أو على حزن الله ورسوله. يختلفوا كثيرا يا شباب عما نعيش إحنا، والله يا شباب في كثير بنعيش قاعدين، ولا أقول نحيا بالله، بنعيش مثل البهائم حاشا السامعين، يعني فقط على هالشهوة هي اللي تتحكم فينا، وتاركين الأكبر اللي هو الفرح بالله ورسوله دائما وأبدا. لازم أنه يكون هذا موجود بيننا وفي أسرنا، الفرح يا شباب دائما وأبدا بالله ورسوله، انعكاس نور الحبيب على من أحبه، وهي ملازمة دائما وأبدا في المحبين والعارفين بالله، استقامة في السلوك وركوز في المواقف وحكمة في الأمر. ما بتلاقي متقلب يا شباب، ما بتلاقي الدنيا هي اللي تؤثر فيه دائما وأبدا، وإنما التأثير هو من الله ورسوله، فهو المؤثر أكثر مما يتأثر. كأنك ترى الله في شخصية العارف بالله، مثل ما حكينا اصحب من تذكرك بالله رؤيته وتنفعك في النهاية صحبته. العارف به هو قضاؤه وقدره في الأرض، وليس يا شباب يعيش بردة الفعل، لا، هو قضاء الله وقدره في الأرض. الإصحوا يا شباب، الآن بنحكي من هو العارف بالله، من هو المحب الحقيقي لله. والله يا شباب هاي لو بدنا حلقات ولو بدنا نظل فيها رح تأخذ يعني وقت شديد وطويل لو بدنا نعطيها حقها، وكثير مهم كل كلمة تقال في هذه الحلقة، ولكن أترك للشباب وإخواني تفصيل هذا الأمر. حب انفراد المحبوب بحبيبه والتفاني فيه، وهذه من الصفات البارزة أيضا، الرضا عن المحبوب في كل فعل، التلقائية في الطاعة وعدم التكلف في الأمر. بتلاقيه دائما وأبدا يا شباب ما في صعوبة، بتلاقي فيه تلقائية في عبادة الله، بتلاقي فيه حب، مش والله مثلنا إذا قمنا على قيام الليل بتلاقي الواحد كشرته بتقطع الرزق يم، وكأنه مان على رب العالمين إنه قايم وغيره، لا. والله يا شباب اللي بيقومهم في قيام الليل لله والتلذذ في العبادة هو حبهم لله. يعني بتعرف إذا بدك تعاقبهم احكي له ما تقومش الليل أو ما تذكرش أو ما تصليش على النبي، هذا عقابهم، بفرقوا عنا كثير يا شباب. حسن الخلق ومعالي الأخلاق، وهي جدا مهمة يا شباب، العارف بالله حسن الخلق وعنده معالي للأخلاق ومكارم، وليس يا شباب مظهر، وليس طول لحية، وليس بتلاقي هيك عابس يكفر الناس، ما بتلاقي جلف في المعاملة. مين مكان هذا؟ والله يا شباب ببعد عن طريقه، وببعد كل هؤلاء عن المكان اللي أنا فيه اللي عندهم هاي الجلافة والصعوبة في الطباع مهما كان، يعني حتى لو كان دكتور. هو الصراط المستقيم في الأرض، تقيس عليه الأشياء.
كثرة ذكر العارف لربه دائما وأبدا يا شباب، لا يشبع من ذكر رب العالمين. وإن جلس مع الناس إلا بتلاقي فيه كلامه عن الله وعن رسوله، دائما دائم الشوق لربه، الإقبال عليه وعلى آثاره وداره، بتلاقيه دائم الحرص على مصاحبة الصالحين ذوي الأخلاق، مثل ما قال: أمر على الأبواب من غير حاجة أو بحاجة، لعلي أراكم أو أرى من يراكم. بذل الغالي والنفيس وما تحب في سبيله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهي من صفاتهم يا شباب، مش الفضلات، لا، لا يبخلوا لا بوقت لا بمال لا بجهد، حبا خالصا لله. استواء المدح والذم عنده وتقبل الانتقاد بصدر رحب. هون يا شباب في البعض بخلط انه اذا تأثر البني آدم من المدح والذم، هون معنى هيك انه هو غير خالص لله، وهذا خطأ يا شباب. احنا خلينا نعيش في الواقع، ما في مخلوق على وجه الارض لا يتأثر بالمديح او بالذم. ولكن يا شباب، ايش المذموم في الامر هذا؟ انه يطغيك عن الحق وتصير في خانة الباطل والشيطان، وتصير في خانة الكبر. ففي من الناس المدح يزيدهم تواضعا وقربا من رب العالمين، وكأنه رب العالمين هو اللي بيمدحهم، لأنهم غايبين عن الخلق أصلا، يعني دائما وأبدا تعاملهم مع رب العالمين مش مثلنا يا شباب. أو الذم اللي يطغيك عن الحق، يعني تلاقي والله ناس بتنتقدني وخلص من كثر الذم أنا بدي أتوقف عن هذا، فيطغيني عن الحق. هذا هو المذموم يا شباب، اللي هو الطغيان والإضلال عن الحق والخير، هذا هو المذموم، وليس التأثر بالمدح أو الذم. لأنه يا شباب كل بني آدم يتأثر بالمدح أو الذم. التقرب منه يزيدك تقربا من الله، والناس في حالة العمل الصالح تفشي إليه لأنه جنب الله في الأرض. بتلاحظوا يا شباب، إذا واحد عمل خير بتلاقي يذهب لهذا العارف بالله أو الولي الصالح مثلا يفشيله إن عملت هيك وهيك. ليش؟ لأنه يعلم أنه يفرح هذا. طب هو مخلوق زي وزيك، يعني أنت ليش بتروح له هيك؟ لأنه جنب الله في الأرض، لأنه يعلم أنه يحب ما يحب رب العالمين ويبغض ما يبغض رب العالمين. فبتلاقي إذا أسأت ببعد عنه، بحاول أتجنبه، وإذا أحسنت بروح عندهم وبحكي لهم، لكثرة وصلهم بالله عز وجل. وكأنه سبحان الله إن فرحوا يفرح رب العالمين، وإن حزنوا كأنه هذا هو إبعاد رب العالمين للمخطئ. بالقرب منه كأنك تقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لشدة ارتباطهم ووصلهم بحبيب الله صلى الله عليه وسلم، فكأنك تقترب من الحبيب صلى الله عليه وسلم، تشعر بقبسات الحبيب، تشعر بنور الحبيب، تشعر بمعية الحبيب في كلامهم وفي معيتهم وفي صحبتهم. كأنه الشيطان بيبعد عنك كثير لما تقترب منهم، لا يقترب الحمى اللي هم فيه، لشدة وصلهم بالله ورسوله. إكرامه العمل في حضرة الله، وعقابه في البعد عنه. تجده ينظر إلى الأحداث بمنظار الله، ومن الأعلى للأسفل دائما. لا تجده كثير الكلام، ولا ينافق، ولا يمار الخلق على حساب الخالق. صفة الحياء عنده أعلى من بقية الناس، هذا العارف بالله يا شباب المحب، صفة الحياء عنده حتى بتلاقيه مرات أكثر من النساء، عالية جدا عنده، حتى نعرف من هم العارفين بالله. اليقين والتسليم والإخلاص للمحبوب دون النظر إلى النتائج،
علاقته مع الله يغلب عليها الحب عن الخوف والطمع. وحكينا يا شباب إنه العبادة والتقرب لله والطريق إلى الله هي مراتب، ما حدا يذم الثاني. الذين يدعون ربهم خوفا وطمعا، وهذا حسن، ولكن في أعلى من هذا المقام: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وربنا بيحكي قل لله ولا إشي غيره، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ننتبه بألا نكتفي بتقليد الآباء في الإيمان بالعقيدة، لأن التقليد ينفي الإيمان. هاي جدا مهمة يا شباب. إحنا ضعف ديننا هذا بسبب الوراثة اللي ورثناها، ورثنا الإيمان فمش شاعرين بقيمته، مثل يا شباب ما ورثنا الذل والانبطاح والبعد عن رب العالمين وعدم نصرة الله ورسوله عبر سنين. فخلص بالضرورة إننا نظل مثل ما إحنا. والأخطر من هذا إن ورثنا الإيمان والدين والإسلام فما في تعب يا شباب، فعشان هيك كثير منا لا يشعر بهذه القيمة. عن اللي يسلم جديد كيف سبحان الله بيكون تايه ضايع، بس يحكي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ترتاح النفس، بهدأ القلب، تغمر السعادة. واسألوا كل من يسلم جديد. طيب، والحين نيجي لثمرة وفوائد معرفة رب العالمين: الاستعانة به عمن سواه تحفظ للسالك كرامته، اطمئنان العبد وراحته النفسية والسعادة في الدنيا والآخرة، بعد الخوف وقرب المحبة في العلاقة. بمعرفة رب العالمين تهون السعادة. قال: على نفسه فليبكي من ضاع عمره وليس له فيها نصيب ولا سهم. عدم الخوف من الموت ومجابهة الأعداء بتلاقيه مقدام هذا العارف بالله يا شباب، وليس بتلاقيه في الزوايا بتهبل وبترقص قاعد والله حي وكذا وتارك ميادين الإقدام لله. قبول بين العباد وفي السماوات، يورث رب العالمين القبول في الأرض وفي السماوات. عدم التعب في إرضاء الخلق فبتلاقيه مرتاح هيك فقط ينظر لرب العالمين. العوض عن كل شيء، فإحنا بنحكي يا شباب من كسب الله رب العالمين ما خسر شيء، ومن خسر رب العالمين والعياذ بالله وأبعد رب العالمين فما كسب شيء. حقيقة يا شباب يقينية عامة في العلاقة مع الله ورسوله. استنهاض الهمم تلاقي صاحب همة، اتصال الفوائد وعدم انقطاعها، ما بتلاقي كل شوي يسوف كل شوي بتعب مثل حالاتنا، يعني بنهب هبات لله وبعدين بنتراجع، لا بتلاقيه متواصل في العبادة والتواصل مع رب العالمين. تعم الخيرات والإيجابيات والعلاقات، وتحجم المنكرات والسلبيات والمخاصمات. القاعدة الأكبر غير المختلف فيها ويمكن البناء عليها. والحين نيجي للواجب الخلقي: الإخلاص والتجرد لله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم سمعنا وأطعنا، آمنا وصدقنا واتبعنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تعريف الإخلاص لله: عمل لوجه الله محبة لا يشوبه غير، لا خوفا من عقاب أو ترجيا لجائزة سواه. ضد التعريف هو الرياء، أن تعمل عملا ترجو به غير الله
خوفا من عقاب أو ترجيا لمثوبة سواه. والحين نيجي لحكم اليوم رقم 1: ليس من عرف الله من نظر إلى غيره. هون يا شباب احنا قاعدين ننتقل من ميدان المسلمين إلى المؤمنين إلى العارفين بالله، فاحنا الآن نتكلم من هذا المستوى العارفين بالله. تعالوا ننظر وندخل حمى العارفين بالله حتى نعرف كيف يحيو في الأرض بالله. 2: كلما زادت معرفتك بالله نقص التكلف والتعقيد في العبادة والمعاملة وزاد الحب فيهما. بيبعد هذا التعقيد يا شباب. 3: لا صغيرة إذا واجهك عدله ولا كبيرة إذا واجهك فضله. والحين يجي لنصيحة طبية الوقائية، فالوقاية خير من العلاج. الشمندر يعتبر مصدرا غنيا بالفيتامينات مثل A وC والمعادن مثل الكالسيوم والحديد وحمض الفوليك والألياف. يحتوي على مركب البيتالينز وهي المادة التي تعطي للشمندر لونه الأحمر، حيث تعتبر هذه المادة من أقوى مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة، والتي تمتلك عددا من الخصائص المضادة للالتهاب، كما يساعد على توسعة الأوعية الدموية، ويساعد الشمندر على منع أو تقليل الرواسب الدهنية في الكبد وحمايته من السموم، ويعزز عمل جهاز المناعة، فهو مصدر جيد لفيتامين جيم، والذي يساهم أيضا في إنتاج الكولاجين والتئام الجروح وامتصاص الحديد. ونقول: ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم، ولله أبصار ترى الله جهرة، فلا الضيم يخشاها ولا هي تسأم، فيا نظرة أهدت إلى القلب نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم، ولله كم من خيرة لو تبسم، أضاء لها نور من الفجر أعظم، فيا لذة الإبصار إن هي أقبل، ويا لذة الأسماع إن هي تكلم، ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انثنى، ويا خجلة البحرين حين تبسم، فإن كنت ذا قلب عليل بحبها فلم يبق إلا وصلها لك مرهم. وأخيرا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. يا شباب أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كفانا هزوا ولعبا، تعالوا إلى الله، وإن شاء الله سننتصر به.